طيب شفت المباراه الفنيه نزلها كابتن حماده؟ انا مش هقول لك من المباراه من نفسها، انا من البدايه من حوالي شهرين واحنا في القناه وانا دايما بتكلم وبقول مش هو ده اداء نادي الزمالك، مش هو ده مستوى نادي الزمالك. في ناس كانت بتزعل، ما فيش مشكله عندي لان انا بتكلم فني، لكن انا كنت قاري الجيم من بدري، يعني احنا برضو محللين كوره وبتوع كوره، فبتشوف الاداء بتحس مش هو دي الاداء بتاع السنه اللي فاتت، مش الالتزام، مش الروح، مش الطموح اللي هو اللي انت بتلعب في نادي كبير زي جمهور الزمالك، زي نادي الزمالك ومعاه جماهير كبيره جدا بتشجعك بالملايين. فحسيت ان الدنيا عطلانه شويه، فابتديت انبه اقول يا جماعه لا احنا السنه دي مش كويسين، احنا السنه دي سيئين، احنا السنه دي اتغلبنا في الدوري واتغلبنا في افريقيا وبدايتنا ما كانتش كويسه، مش موفقه سواء في الدوري او في افريقيا. فابتدينا ندق ناقوس الخطر، لان انا زملكاوي لازم اطلع اتكلم واقول اللي انا شايفه. فانا كنت شايف فعلا الامور صعبه، اللعيبه فقد التركيز، كاردرون كان فقد التركيز، اللعيبه بتبص لمصلحتها الشخصيه فقط وليس مصلحه نادي الزمالك. فكل الامور دي اكيد هتساعد ان انت مش هتنجح، ما انت النجاح دايما بيبقى ليه اسباب يا طارق، التزام، روح، انضباط سواء في الملعب تكتيكي او خارج الملعب، التزام اللي انت بتحترم التيشيرت اللي انت لابسه، التيشيرت نادي الزمالك ده. وكنت بقول الكلام ده والناس بتزعل، يا جماعه في ناس انا قلت الكلام ده وقلت في ناس عمرها الكروي في نادي الزمالك خلص خلاص، ادت مش هتقدر تدي تاني، فلازم في فتره اللي احنا نجدد فيها، ومش عيب التجديد اللي انت تجدد. يمكن احنا السنه دي مرينا بظروف طبعا صعبه شويه لان ما عندكش قيد، ما كانش عندك مجلس اداره منتخب غير لما الانتخابات لسه معموله من شهر او اكتر من شهر، فجالك مجلس اداره، فكل الامور دي اثرت على فريق نادي الزمالك. ما نادي الزمالك مش كره فقط 90 دقيقه في الملعب، لا، نادي الزمالك اداره، نادي الزمالك جمهور، نادي الزمالك ماديات، نادي الزمالك انضباط، التزام. فالعوامل دي كلها ما كانتش مساعده، غير ان بعض اللعيبه ما كانتش ملتزمه، او بعض اللعيبه بتفكر زي ما قلت لك في نفسها فقط، ونسيت ان نادي الزمالك هو اللي عمل اساميكو وهو اللي كبركو. انتوا جيتوا في لعيبه جت نادي الزمالك ما كانش حد يعرفها، كلنا طبعا طبعا من خلال جمهور نادي الزمالك اللي كان بيدعمك وقت ما انت كنت مش كويس، ويقول لك لا قوم معلش انا في ظهرك، انا في جنبك، انا حساندك، انا هقف جنبك. فوقت ما نادي الزمالك يكون محتاجك ده شغلك، لازم تأدي، لازم تلتزم، لازم يبقى عندك روح، لازم يبقى عندك اصرار، لازم تعرف انت بتلعب في نادي كبير اسمه الزمالك، تحافظ على هذا القيمه وعلى هذا التيشيرت، وتحافظ على جمهور نادي الزمالك اللي دايما بيسندك وبيدعمك. فالكلام ده ما كانش موجود خالص من بدايه الموسم، وانا انتقدت كتير جدا، بس دايما كنت بنتقد كلام فني. في لعيبه خلاص ادت مش هتديك تاني، فحان وقت اللي انت ممكن تغير. السنه دي ممكن هنستحمل شويه، هندعم لان ما لناش غير نادي الزمالك، انا دلوقتي كواحد من الجمهور او الملايين الزملكاويه، النشغل واللعيبه دي هي اللي هنكمل بيها. بس عايزين اللعيبه المخلصه، عايزين اللعيبه اللي هتأدي، عايزين اللعيبه الملتزمه، عايزين اللعيبه اللي مش هتساوم النادي. عايزه يا خلاص، ما انت صح، هتعوز ايه اكتر من كده؟ ما انت خدت نادي الزمالك اداكوا كل حاجه، وقت ما الزمالك يكون محتاجك تيجي تقول له انا ماشي. طب ما الزمالك ليه طلبات كنادي، انا كنادي او كمجلس اداره مثلا مستشار مرتضى ومجلسه، انا اللي اقول انا عايز مين وانا اللي احدد السعر. هو قال الراجل، انا بقول لك وانا اللي احدد السعر. بعدين انا بحدد بناء على ايه؟ اما مثلا لعيب عايز سعر عالي، حاجه اعمل كده كشف حساب كده، طب انت عملت ايه السنه دي؟ السنه اللي فاتت جبت كام بطوله لنادي الزمالك؟ طارق احنا بقالنا 20 سنه مش عارفين ناخد بطوله افريقيا يا طارق يحيى، من 2002 احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت وقبل كده الكونفدراليه والكاس، لكن لما تيجي هتقيم بقى حسابات انت بتاخد كذا اجر مقابل عمل اللي انت بتشتغل في نادي الزمالك. فبتشتغل، انا مش هشغل واحد الا مميز، الا واحد يجيب لي بطولات، الا واحد يخاف على اسم النادي، لكن مش هتقول لي انا عايز كذا وانت ما بتشتغلش. فدي طبعا السنه دي لسه في بدايتها، احنا كلنا داعمين، الدوري لسه موجود في الملعب، كاس مصر عندنا خلاص، بطوله افريقيا راحت من بدايه، من البدايه، من هنا، من دايما في الاستوديو كنا بنتكلم من ماتش بيترو اتلتيكو هنا طبعا، والتعادل، بعد كده تروح ساجرادا مع فرقه متواضعه طبعا تتعادل، بعد كده الوداد الطبيعي اللي انت ممكن تخسر هناك بس تيجي تعوض هنا، بس تكون كسبان اول ماتشين في افريقيا. انت يعني تخيل انت عندك نقطتين لغايه دلوقتي من اربع ماتشات، واخد نقطه من ماتشين في ملعبك، يعني تعادلت مع بيترو اتلتيكو وخسرت من الوداد، واخد نقطه برضو من ماتشين خارج ملعبك اللي هي ساجرادا وخسرت والوداد. فطبعا الامور للاحسن ان شاء الله، انا متفائل. انت عارف ان السيناريو ده نفس السيناريو بالظبط اللي حصل الموسم اللي فات
النسخه اللي فاتت نفس ما احنا طلعنا كده برضه اتعادلنا واتغلبنا نفس السيناريو سبحان الله. انا بقول لك بقى لنا سنتين بس يعني مش عايزين نقول السيناريو يا طارق او كده. انا دايما انا بتكلم في النتائج دايما يعني انا دايما بحب اما يبقى عندنا اخطاء لازم نعترف باخطائنا ولازم نصلحها عشان نبقى احسن، لكن ما نقولش احنا اصل الحظ، اصل مش عارف ايه، اصل التحكيم، اصل الكلام الفاضي ده انا ما بعترفش بيه. كره القدم بتدي من يعطي لها، هتأدي في الملعب وهتبقى راجل وتلتزم زي ما كنت السنه اللي فاتت وخدت بطوله وقبل كده خدت كونفدراليه وخدت كاس وخدت 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 ايه، لان انت كنت عايز واللعيبه كانت عايزه وبتأدي وعندها روح واخلاص. لكن انا دلوقتي مثلا لما اجي افكر كراجل مسؤول، انا ايه اللي هيسعد جمهور الزمالك او يسعدني كمجلس اداره؟ المكسب، البطولات. صح. ففي لعيبه اوكي مفيش مشكله انتوا اديته قبل كده وبتاع، بس في مرحله لابد فيها من تغيير، لابد يبقى في حافز، في طموح للعيبه جايه عايزه تثبت نفسها مع نادي الزمالك عشان تقدر تحقق البطولات.